بالنسبة لنادي الكويت هنا في الدقائق السبع الثمان الأولى من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة في الجهة اليمنى إلى فهد العنزي، لا وجود للتسلل، فهد يبحث عن مساند، يلعب كرة تصطدم، يطالب بركلة جزاء، حكم يعطي الاستمرارية، لا زالت المحاولة مستمرة، كرة فيها تسديدة قوية. في كرة الكويت طلال جازع، أي جزع، أي فزع، هي في قلوب كل عرباوي هنا في هذه البداية النارية المدوية. لا 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 لا، هي بالقدم اليسرى. طلال لا يريد البكاء على الأطلال، يسجل جاز. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، هي بوم بالقدم اليسرى وفي شباك حميد القلاف. قلت لكم العربي ما وصل، ما جو